خليص، لا زال الضغط من فريق الزمالك. العرضيه الراسيه هدف اول لفريق الزمالك المصري. اذا الخطا على مستوى التغطيه، فرحه لكيد، هي فرحه مستحقه بالنسبه لجمهور فريق الزمالك المصري. تابعوا الاعاده، العرضيه في اتجاه مساحه عمليات والراسيه، جماهير تساند بحث العرضيه. فرصه لفريق الفتح، خطيره 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 خطيره. يتمكن من تسجيل هدف التعادل. انتبهوا لهذا، العرضيه والراسيه الراسيه الراسيه الراسيه. جميله منك يا مروان سعدان، جميله منك يا مروان سعدان. وكذلك حتى العرضيه من محمد الشيحاني، من محمد الشيحاني بالمقاس، بالمقاس والراسيه كذلك بالمقاس. خلاص مر الكره، ضغط ضغط من طرف فريق الفتح الرباطي. تابعوا هذه المحاوله على مستوى الجهه اليمنى، تسديده عادة، يعني كانت ملعوبه بطريقه جيده. والراسيه الراسيه جميله 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 الراسيه من محمد كوفي. كره في اتجاه من في اتجاه باسم مرسي، باسم مرسي بامكانيات كبيره. باسم مرسي حذاري 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 حذاري. دفاع فريق الفتح الرباطي، وكنتابعوا يعني كيراوغب الطريقه اللي بغى، بالطريقة اللي بغى صراحة. هدف مفاجئ، هدف مفاجئ. تابعوا باسم مرسي يراوغ، يلعب إمكانيات جيدة، يتم سقف دفاع فريق الفتح الرباطي. تابعوا هذه الفرصة، خطيرة 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 خطيرة. هدف الخلاص، هدف الفوز لفريق الزمالك.